عبد الوهاب أو كما يدعوه الجميع وهاب، شاب من أبناء مدينة النعمة، يمتهن الحلاقة منذ زهاء العشر سنوات، حيث بدأت قصته مع الحلاقة والتي لا تخلو من طرافة في مرحلة مبكرة جدا. بديت مع الحلاقة قلت لك عنها، كانت عندي هواية بعد قاع سابق كامل، كنت نعرف نطلع شهور مدرسة الناس تطلع ماشة تقرأ وانا نطلع عندي بكت من الاستاذ وسراح ومقص نحلق، وصعد مرات امورات سيقر بعد ذاك ما ردني عنها، تمت لا برنامجي واصلت قرايتي. موهبة وهاب واتقانه للحلاقة وحبه لها عوامل شجعته على افتتاح صالونه الخاص الذي شكل العتبة الاولى لولوجه للمهنية. فتحت حلاق سمعت عدت ما شاء الله الحمد لله بزبنائي، بتركب بيهم واحدين كانوا قراوا معي، بيهم واحدين يجوا واحد كليان ويجمع مع زبناء اخرين، الحمد لله استقلت كمهنه ما شاء الله. شيئا فشيئا نال وهاب اعجاب الزبائن وحظي بثقتهم، واصبح اسمه من الاسماء التي يشار اليها بالبنان في عالم الحلاقه بمدينه النعمه. الحلاق وهاب من الحلاقين الموجودين في منطقه الحوض الشرقي، من المشهورين وكذلك من سكان الأصليين لهذه المنطقة. دائما نجي هون لحلاقة عبد الوهاب هذا، ومن أشهر الحلاقة هون على مستوى مقاطعة النمل، والسعر مناسبة وفي متناول الجميع إن شاء الله، وحلاقته ما شاء الله حلاقة جيدة. يؤمن وهاب من خلال امتهانه للحلاقة دخلا محترما يسد حاجته ويغطي تكاليفه المادية كمعيلين لأسره. الحمد لله مطحن بها الحال، عايشين منها نوكل نشربوا ومصيرين بها، سمعت موفرين بها العمل الموي للشباب، كيف تضمن الشباب يجي يتعلم الحلاقة، سمعت والحمد لله مصورين بها، مصير بها على الأسرة وعلى التركة الحمد لله، وعلى الحال كامل إن شاء الله ما خصنا شيء الحمد لله. مقص وآلة كهربائية وأدوات أخرى تمثل العدة التي يترجم من خلالها وهاب خبرته وموهبته بحلاقة في قصات شعر كانت السبب في تزايد الإقبال عليه. عجبا لأمر وهاب وزملائه من منتهي الحلاقة، يسلمه الزبون رأسه فيبلله طورا ويجففه تارة أخرى، يجز منه ذات اليمين وذات الشمال مستخدما المقص طورا والآلة الكهربائية أحيانا، وفي الأخير يدفع له الزبون ويشكره رضا بما صنع. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة النعمة. شكرا.